هذا الفيديو تحدي إلنا من شركة أبيفيا، خلينا نشوف مين رح يربح. هلا والله، السلام عليكم. اليوم اللي حنعمله إنه أنا وصالح رح نعمل ديزرتس كيك. هذا الكيك كتير مشهور فيه، صالح بدل بيعمله بيقول إنه هو أشطر واحد فيه، هو كيك كتير بسيط وسهل. فأنا بتقول إنه وقت أنا بتحداك بدي أعمله أطيب منك. فاليوم التحدي بين إيناس وصالح وأنا وكريم الحكام. فريق الشباب رح يفوز. ما بيقع. So أنا ما بعرف شو الوصفة، بعرف المقادير. شو نبلش؟ أنا بعد قشطة بدي أضيف شوي حليب محلى عشان يعطيها سويتنس شوي أكثر، لأن بدي أضيف دارك شوكليت. الخليط صار جاهز، فريق الشباب حيفوز. Judge, I don't know who's gonna win, let's see. أنا شخصياً أنا حبيت الثاني أكثر من الأول. وأنت كريم؟ ماما الثاني مكوناته شوي أصغر. مشان العدل، صالح كل مرة كل مناسبة بجيب لنا الكيكة بكون طعمها أطيب من هاي المرة. إيناس أبدعتي. مو زاكي ها شو كيف؟ مو طيبة تعت صالح اليوم، بس دائما تكون طيبة.